الوليدة؟ نعم الوليدة. الوليدة؟ اه صافي انا وجدت كل شيء. ايوا ولدي تبارك الله. يا رب يوجد لك من الخير ورزقك ان شاء الله. الله يجزيك ان شاء الله يا ربي. مزيان جات نسيبة الحمد لله. وهي احسن حاجة هي كتشوف لي هذه هي. ضروري هي مزيان هي نسيبة. لاباس عليك. كلشي بخير. اليوم الصحة. لاباس كلشي بخير. الله يرحمك. زيد غادي ديال نسيبة على خطك. على خطك غادي نسيبة. امين امين. ان شاء الله رشيد غادي نكتشف. هي كانت صغرتنا وانما عرفنا بابي ما نبغى تعرفوا اهلا اهلا وسهلا على رسول الله الى سيدنا سيدنا محمد اللهم افزل علي الله يعطيك الصحه وطيبه سي رشيدة عندنا نحتاجكم بزاف جبتكم واحد الهدايا ان شاء الله بالمناسبه اللي كانوا تيطلبوا لي المتبعين ديال حفصه الله يرضي عليك كما سخنا وقلنا لكم يعني في هذا الفيديو التالي هو ان يعني الزواج يعني ما بنيش على الماديات او شي حاجه اخرى مبني على الاحترام والمعقول والاهتمام ولكن اللي قالوا لكم المتبعين ضروري من الهديه ضروري من الهديه صافي تهرش عندنا ان شاء الله يا ربي يعني ندخل في هذا الاطار وما نديروش عندنا ما يكونش عندنا نقلب هذا الماتش لا ما كان هذا صندوق كبير صندوق يا جبل المتبع الله لا صندوق لا خاص تشوفوا شي حاجه هنا ربما ما عمرها دازت ما عمرها دازت شي هديه ربما بالنسبه لي انا غادي نهديها لحصه شي حاجه اللي كنقول لكم واعره واعره بزاف ان شاء الله اجيو معايا ان شاء الله بلا ما نكثر على المتبع الهضره بسم الله تشوفوا معايا شنو كاين هنا وغادي ان شاء الله نوجدوا لك الاولاد ديالنا كاملين عاد ديك الساعه غادي الله يجيو الوالده معايا ان شاء الله بسم الله متابعين كلشي هنا سيدي رشيده ايوا نقدر نسوق عليها بديك الجهه اجي نسوق لها الوالد ديالها احترمني اه الوالد السلام عليكم الله يحفظكم الله يعطيكم الصحة ويعطيكم الله يعطيكم الله يسعد عليكم راه جاي الدور ديالنا حتى حنا شي ضروري راه شوف راه الا درتي شي من قبل بها النهار عول عيني اه انا جبت عمي الا كان شي من قبل انا هذيك شوف انا كيما قلت لكم هذا النهار ما كاين نقدر يكون شعر لا لا الوالد كاين شي حاجه ان شاء الله صحه هذا النهار هذا النهار كاين شي حاجه اللي واعره انا المتبعين الصراحه بغيتكم تتبعوا هذا الفيديو من الاول حتى للتالي غادي يعني غادي نتسلح او لا غنتحزن ونتعزن بالوالده ان شاء الله والوالد وتا انا ثم لا تكون غادي يعاونوا على النهار وان شاء الله شي ذاك كذلك نبداو على بركه الله والوالده اش غادي نقول لك ان شاء الله تكون ان شاء الله ان شاء الله يا ربي غادي نبداو على بركه الله الحمد لله شنو هذا الشيء اي هاي هذا ان شاء الله يا ربي هو باش غادي نضربوا الهدايا حيت حفصة غادي نحاول نعمرو هاد الهدايا حيت غيكون واحد مجموعة د الهدايا هاد ربعة ديال الهدايا سي رشيد كل هدية عندها واحد الأهمية كبيرة غير هاد المرة المتتبعين يشدو في الحسنة يا ربي الله يعاون ربعة بزاف عليك سي رشيد راه تشوفي شنو غادي ديري بهم بسم الله طبعا غنسقسي بالطريقة ديال الطبلة عرفت اختي رشيدة جبت هاد الوردة باش نفرجو شوف ان شاء الله يا مولانا والاهم في الاهم هو ان شنو غيكون موجود هنايا غادي نوريكم النص المفاجاه والنص الاخر ما غاديش تعرفوه باش ما غاديش تعرفوه حيت ملي غادي نقلبوا هذا سميتو هذا غتشوفوا هذه ولكن ما تعرفوش شنو فصل لنا هادشي اللي غادي نبداو جبت هذا الحرف ديال اش اي راه تعرفي كيفاش خدمي واش راه شي ديزاين ديال مرحبا ها هو هذا انا غير ولا ليا انا غنتكلم جبت هذه الشميعات ها هو هذا باش ان شاء الله يربي حيت انا يعني هادو الشمع تيشوف بلاك وداك الورد ربما يجي هذا حتى اختي رشيده شنو الوالده؟ ايوا ولدي حنا غادي نشوفو انا وفاطمه انا غادي غادي غاتعاوني بخصوص مالك مالك غاتبخينا هاد هاد الشمعات يما مالك راه لابسه الحمر راه ولات حيت طاطا حفصه كتحماق على حفصه يعني من الصغر النبي كاع مغادي بحالها قال لكم عمي واش هذا البك غادي نزيدو ان شاء الله يا ربي هادو واحد الشوكولات جبتهم باش توجد تزوقوا بهم الطبلة جبت العصير عندي في الثلاجة ايوا ودي ان شاء الله شوف الدار هذاك راه الثلاجة ايوا الله يعطيك الخير والرزق ان شاء الله ولكن هادشي كاع اللي وريتكم مازال ما وصلتكمش شي حاجة اللي بغيتكم تعرفوها اللي تحقق فيها هادي خلاص كارت فيزيت ديال الدراري اللي تقدمت من داك الشيء دابا تعرفوا ان شاء الله يا ربي عما قريبا نخليو هذا المتتبعين نظيم الهدايا اللي جبت ما غاديش تعرفوا شنو هو هذا
ان شاء الله ربي اختي رشيده غادي نعول لك توجدي لي حتى واحد هدايا فشي حاجه اللي هي زوينه هكا يا ضروري وكاينه هاد الهديه هادي ايوا صافي صافي ايوا كاين هاد الهديه كاع اللي جابو دريك بزيهم انت وكاين هاد الهديه هادي الله يعطيك الله وكاينه هادي ها انتما المستر ايوا الله يعطيك الله مزيان صافي غير ما يكونش مقلب يعني عندك حيت صافي هاد البور دو كون هاد الخاوي مكتسبين الوالد ديال الله غير الناس الدار كتشوف السلام عليكم من هنا الحمزه ها هذا كان مقلب على شي كازيه من ديال الدجاج انا الدجاج دابا غادي نتحركوا على بركه الله كل واحد غيدير شي حاجه ان شاء الله يرجع لنا ورشيدو غادي نبقاو في ضمن الكواليس ان شاء الله مالك الخير غادي نخدم معاك 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 متابعي الاوفياء كنشكركم على التعليق الزوينه اللي عطيتونا يعني في هذه الحلقه التاليه اللي درنا مع اختي رشيده والوالده ديك القضيه ديال بوست الاعتراف مع الحار ومازال ان شاء الله يا ربي غادي تخليونا يعني بضع اسئله اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم بالطريقه اللي غادي تبغوا نتوما هادو الوالده ماشي غير مش تبيهم صافي راه يعني هادو راه من ضمن العائله الله يرضي عليهم الله راني عارفه ولدي راه وليدات الدار واللي كاينه وليداتي راكم معنا في الدار الله يرضي عليكم والله ينوركم والله يداويكم اولدي الله يداويكم كاملين الله يسلمكم الله يرضي عليكم اولدي قالت لي واحد السيده اتصلت بيا قالت لي شو سبحان الله العظيم قالت لي كلكم ديري لي كونت دابا كاملين عندنا لي كونت قالت لي الوالده هذيك قلت لي ديك الحلقه ما عندهاش الكونت ديال الفلوس لا لا ما عندهاش قالت لي عرفتي شنو هو الكونت الفلوس اللي عندهم قالت لي كتعمر الجنه ديالها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي والله بنيتي الى داك الشيء الحبيبه ديالي داك الشيء اللي بغيت وما الدنيا راها فايته حرام عليا بنتي وهاد الليله اما معمره بالي بشي حاجه الريال عندكم حليمه ما يدور عندها معمره القلب ديالي والله والله هاي فاطمه تعاود لكم والله العظيم داك الشيء اللي كاين ما عندها غرض هاي والله ما عندها وليداتي الغرض غير بنادم يكون فرحان وبنادم واكل وحنا واكلين شاربين مع وليداتنا وهذا الشيء اللي كاين وليداتي وحنا غنعمروا الله يسلمك والله همي على القبطي اللي عجبني دابا عاد التاجين والله واحد الحاجه اها شنو يا سمع الحلوه الحلوة كاينة واحد الحلوة واعر جبتها ياك علاش داكشي كامل تسخط فيه هنا ماشي بدا ما نحكم لا 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 كنقول اش غنحتاج جيبها لي ولا جيبها لي ها انا هادشي الكواس كامل ما كنتش نكون مع المجلس بيع الصراحة قلت لي غير هدية في التالي صافي يقول لي والهدية مفاجأة الهدية غتكون مفاجأة ان شاء الله يا ربي ايوا الله يرضي عليك انا نحاول نجيب لكم الحلوة تاعي ايوا جيبها مني بس نشوفوها ونفرحكم الفرحة ان شاء الله حتى الحلوة كانت درتي لا فرحتي بهم ايوا الله يرضي عليكم الله يداويكم وكل شيء تيقول لي غير الصح والعقال والعقبه للوليدات ان شاء الله وما هادشي راه غيفرح بنادم والله يخليكم ديما فرحانين وليداتي وتهلاو بعضياتكم وبوالديكم وما الدنيا راها فايته الله يرضي عليكم والله يسهل اموركم وراكم مرضيين ومحضيين ان شاء الله ها الحلوه ها الحلوه بس الصراحه الله يعطيك الصحة حسن حسن الله يعطيك الصحة حريكه وحده ماشي مشيت نحاول نحاول باش ديزاين شوفوا تبارك الله واو واو هادشي ما كنتش نتوقع الصراحه حتى راه شنو غيكون داكشي زوين هذا هانتوما المسبين باش تكون ترابي رائعه الصراحه شوفوا اللي يكون في هذه الحلوه الرائعه اصدق وليدات ناتشيريل عندك يمشي ياكل شي واحد طبيعيين الحمد لله انا تبارك الله في المحل ديال الصفان كاين في ازرون يستعملوا مع ذوك الناس النيع من المعامله الصراحه تيديروا الروميز ملي كتبقاو كتكون كليان ديالهم الصراحه تيديروا معاك اثمنه مناسبه صراحه تحيه لهم كبير كل يوم يعرف الثمن ديال هذه راه جد مناسب ولا القسم دابا نوريكم ان شاء الله ربي يعني ملي تكوموندو هادشي في شي حلقه خاصه وتعرفوا الناس اللي كنتعاملوا معاهم اكثر من واو يا سلام هادشي ها انتوما يا سيدي انتوما يا مسبين يا وكيما قالت لي يجي يقوم الشيء هذا والله يسوق لكم لي انا في ذاك الشمع ملاك جيب لنا حبيبه البريكو جيب لي البريكه من الكوزين شنو نسيب هادشي زوالي درنا الفرح صحيح واش قالي لك الحق ديال بنتك هضري الحق ديال حفصه قول لهم عليكم كنت كنتمنى تكونوا غفران ان شاء الله يا ان شاء الله والله العظيم انا فرحت بزاف
بزاف هذا الشيء اللي دارت نفسها. الله يخليهم عضياتهم الله يسويهم الله يخلينا ديما عضياتها يا ربي. امين ربي امين الله يعطيك صحتك يا فاطمه. والله الشيء محب يعني راه الوالده الزواج مبين الاحترام ماشي ما الحوايج بالهدايا الحاجات هما ولا تحسها صح هو غير نتيفرح. ولكن يعني الانسان اللي تيكون معقول بزواجه والنيه الحسنه ماشي هذيك هي الدنيا وما فيها. وتيقول الرسول عليه الصلاه والسلام تهادوا تحبوا تهادوا زوونه. تهادوا تحبوا يعني جا بحال هكا الواحد يفرح مراته وداك الشيء الحاجه اللي هي زوونه. ودابا اللي غادي نديرو اكثر هي غنقلك الوالده ونسيبها هاد العجوزات ما تحاولوا تحطوا هذه هنا الوالده ما تحطوا هادشي كامل ست حوايج لا تخبوا عليها هذه. واخ نوضع صافي الله يخليكم تما نزيدكم. ايوا سيدنا من الطبلة بسم الله. هاكا العجوزة تاعنا عشوية ديالي. عشوية ديال الحسن. هاكا فاطمة بسم الله. يزيناهم بالخير والرزق إن شاء الله. تا هادو؟ كل لا هادو لا. هذاك الشيء. مالك؟ مالك؟ جيبي واحد الطبيصلات وأسسي فيهم هادو ياك. نعرفك حاجة. هاكاك الوالدة. الوالدة الوالدة. ديرو هكا الوالده هادشي في الوسط هاكا ديرو هكا ها واش غادي يكفينا هادي يقدر يكفينا ديرو هكا ودابا ان شاء الله يا ربي دابا المتبعين كلشي ورينا لكم الصراحه كيما قلت لكم في اول حلقه ولكن الحاجه اللي ما ورينا لكمش هو شنو كيتواجد في هاد الهدايا هادو هو الاهم كاع ها انتم الوالده علاش مشانا هادي باش تغطي هذا يا ربي غير تكفينا سمحنا شنو كاين تما. لا لا بلاش لا لا بلاش اختي رشيدة غير هادو غير بلاش لا لا بلاش ها انتم الحمد لله ايوا راه تغطى الحمد لله. والله المتتبعين ما عارفين شنو كاين تما والله العظيم زعما راه ماشي كنكذبوا عليكم والله الا دوك البوشيطات الحمر والله ما عارفين شنو كاين يعني داك الشيء مفاجاه من عند الحسن وما نعرف يا ربي السلامه راه كنعرف والله الحسن دابا ها انتم الوالده كي جاي؟ ايوا والله الا ودي عزا زويون ايوا بارك الله علاش قالكم؟ والله الا سي غزال ودابا هذه غادي نحاولوا نديروها حاجه ما باينه بحال هكا ايوا هذا القلب هذا يمكن اي وحده هذا القلب هاكا كامل فين هي حصه هذا؟ حصه ان شاء الله يا ربي غادي تجي عندنا شويه راه في البيت خليتها حتى ما تجيش راسي عارفه باللي كاينه الحفله ولكن قلت لك نجي هذا الزواج بسم الله ها تما المتتبعين واو وراكم خلاص العصر ندوروه من بعد حتى تدخل حفصه على راسهم تجمعوا كامل هاكا تما السماء ايوا نتمنى يا المتتبعين تقبلوا على الديزاين ديال اختكم رشيده نتمنى يعجبكم ان شاء الله. يا سلام حنا صراحه انا اليوم ما غنكثرش ما دايره لا حلوه في الدار لا والو حكم ما كنت عواله ولاني هذا الشيء غيجي زوين بحكم الحفله من الاحسن يكون فيها غير الديزاين وهذه الحليوه اللي زينتها الطبله ما شاء الله الله يعطيك الصحه خويا الحسن هاد الحلوه مقترا زعما من اختيارك نتايا شنو الصراحه الباتيسري يعني هما داك تهضر مع الباترون تيديروا سير كومون قلت للسيد يعني اقترحت عليه الفكره قلت له شنو قال لي مرحبا ماشي مشكل ومسكين قالت يعني نفس واحد ما عندها والو وهادشي اللي كاين الوالده يعني كان شي فاش كاين الوالده وصايب لك شي زوون ان شاء الله يعجبك وملي كتمشي كيعطيك بزاف د الاختيارات وراه ثمنها ما كيخلعش الصراحه ثمنها زوين انت دوك الدار يا ودي زوينين الله يعطيك الصحة هذا تقريبا داكشي باش نجيبو خويا ما جبتوش ها هي فاش جبتو هذه وطارتي مارضي عليهم الله ييسر لهم الامور ديالهم ان شاء الله ايوا دابا الوالده نعم اودي بقى لنا نحطو غير هذه ونقول لهم مع السلامه ها هي ان شاء الله غادي ان شاء الله ديرها الحسن هنايا بسم الله كاميرا ما زيد ورينا الديزاين ديال هادشي اللي كاين ما تكثريش بزاف من هادشي باش يبان لنا ما بغيناش صراحه نضيعوا هاد الديكور هاد التباصل غادي ندير وحده فلوس صافي غندير وحده هنا او واحد هنا شكرا معاك اجي عندي شوف شوفوا معايا كيفاش الكسيمات مالكم ما شاء الله ها اللي زدت شوف السي انا سوا كيفاش داكشي كامل في صحته شوف معايا شوف ما شاء الله المهم نمشي نجيب الكيسان المتتبعين ديالنا ونكمل الترتيب وغنزوق شي لعيبات هنا في الشميعات باش ملي تجي حصه ان شاء الله ونشعلوا لهم ويكونوا ان شاء الله المهم تكون الطبله 5 5 نتمنى يعجبكم هذا الشيء
وتقبلوا منا هذا الشيء، والله يخطيكم يا متتبعين ديالنا على التعاليق ديالكم الزوينه، وعلى صراحه رغم الاراء ديالنا اللي هضرنا معكم في الفيديو ديال اللي حطينا ديال الكرسي الاعتراف، يعني صراحه كل شيء شكرنا كل شيء، رد الاعتبار الحسن صراحه عجبني الحال، لان الحياه راه ماشي هدايا ولا حياه، راه كتبقى واحد الموده واحد الحب ما بين الطرفين اللي كنشوفوه في عريسات ام حليمه والازواج ديالهم، يعني حنا كنبغيو رجالنا بدون مقابل بلا شيء، الا جات شي حاجه من عندهم مرحبا، ما جات حنا راه معاهم حتى كيما قال حسن، كنتي كتقولي لي غادي نعتنى وياك غير الصغيره، ايوا خص الانسان يكون في كلمته، مهما انك بغيتي ذاك الشخص راه خصك تكمل معاه حتى اخر نفس في الحياه ان شاء الله يا ربي، ونتمنى كل المغربيات يكونوا بحالنا ان شاء الله، يهتموا بازواجهم بدون مقابل، واكيد حتى الازواج ديالهم ما عمرهم غيفرطوا فيهم، وديما غيبغيوهم في واحد الحله اللي هي اجمل. هادشي اللي كاين، وتابعونا شوفوا الفيديو. شوفوا الفيديو. راه انتما هما ربيع القلب، انتما هما المر ديال القلب. انا بكون ديالي مداجكم بالحساب باش تعطيني نعطيك انا فايتك بالكون ديالك لا انت ولا خوتك ولا كل شيء. بصحتي الحمد لله وجدتي مبدع باقي صحيح. ايه ربك راه بخير وتبارك الله من زمان يا زمان. بلادو بخير الحمد لله. انا مازال نعطيكم ان شاء الله، انا مازال نعطيكم واش غادي نعطيكم غادي نعطيكم من عندي انا. ان شاء الله يا ربي. هذا هو الوالدي. رويد راه يعني اش نقول لكم تنوقعوا عليه بزاف الحوايج هو تيعاوننا فيهم الحمد لله. مرحبا هو اش نديروا هادشي غادي لكم ان شاء الله يا ربي ووليداتكم الله يسهل عليكم ووليداتكم اولادكم والله يسهل على الجميع. امين امين. المهم الحلقه غادي تكمل ان شاء الله ملي غتحضر حصاب واحد الفستان جميل غادي تشوفوا ان شاء الله يا ربي واش تشوفوا معنا الهدايا وغادي تشوفوا ان شاء الله يا الكلمات الطيبه اللي غتبادلوا بيناتنا. بقاو معنا ان شاء الله يا ربي لا تمشيو فين ونكملوا الحلقه معنا ان شاء الله يا ولاد.